السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه اليوم للنظر والتأمل في كتاب الله. وموضوعنا هو النظر في بناء هذا الكون الفسيح، كيف بنى الله تعالى هذا الكون الفسيح، وما هو الغاية منه، وما هو مصيره المستقبلي. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز من سورة قاف، يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله مولانا العظيم. هذا المقطع من سورة قاف ربنا عز وجل يحثنا من خلاله على التفكر في ملكوت الله وفي بديع صنعه، أن ننظر إلى السماء وإلى الجبال وإلى الأراضي، وكيف نزل المطر من السماء ودوره في إحياء الأرض ورزق العباد. ثم يقول في الختام: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، ليختم لنا بالقضية التي ينبغي أن نستحضرها دوما في عقولنا وقلوبنا، وهي قضية البعث والنشور، أن بعد هذه الحياة هناك بعث ونشور، ثم هناك خروج، ثم هناك جزاء. وكأن الله عز وجل يرد على منكري البعث والذين ينكرون قدرة الله على الخلق ويجادلون في الله تعالى، مع أن الكون كله كتاب مفتوح يدل على جلال الله وقدرته سبحانه وتعالى، فهو قادر على إعادة بعث الحياة كما خلقها أول مرة من تراب، قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها من جديد. إنه القدير على الإحياء المتجدد. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام ننظر في معاني هذه الآيات. في البدء يقول تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذا استفهام إنكاري، ربنا عز وجل يقول: يا عباد الله، هذه السماء حولكم ومن فوقكم، انظروا إليها نظرة اعتبار ونظرة تفكر. وهذا الأمر لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى شدة، لأنه في غاية السهولة، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي خلق وهو الآخر بعد الخلق، وهو على كل شيء قدير. ربنا خلق هذه السماء وبناها ورفعها بغير عمد مرئية. انظروا، السماء رفعت بغير عمد مرئية، ثم زينها بالكواكب وزينها بالنجوم وزينها بالبروج وبغيرها من الأجرام السماوية. كل هذا وهي سالمة من كل نقص أو خلل قد ينتابها. فالسماء هي دليل على قدرة الله تعالى وعلى عظمته وجلاله، فهو سبحانه وتعالى
يخاطبنا جميعا بأن ننظر إلى هذه السماء وما حوته من أجرام وترابط وإحكام دون توقف أو اصطدام، أن ننظر إلى سعة هذا الكون مع تقادم الزمان، لأن هناك ملايين السنين بنيت من خلالها السماء والأرض وفي سعة المكان. رأى الله عز وجل يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني أضاف البناء إليه جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى خلقها، ولكن بناؤه ليس كبناء الناس للسقوف. الناس إذا أرادوا أن يبنوا سقوفا أتوا بالعمال وأتوا باللبنات وأتوا بالمعاول وغيرها من الآلات، لكن الله تعالى كيف بنى السماء؟ بناها بكلمة واحدة، كن فيكون. الله تعالى لم يحتاج إلى هندسة وإلى عمال وإلى تخطيط وإلى حديد وإلى إسمنت وإلى آجور أبدا. ربنا قال استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. بكلمة واحدة، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى السماء كأنها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء، وهي فوق هذا هي مزينة بنجوم جميلة ليس فيها عيبا ولا إخلالا. ربنا سبحانه وتعالى جعل لها سقفا، جعل هذه السماء سقفا لأهل الأرض، نحن محميين بهذه السماء، لأن لولاها لا تسربت إلينا غازات قاتلة وسامة. الله عز وجل في كتابه العزيز جعل العلماء لما ينظرون إلى هذه السماء رأوا في أبحاثهم أنهم اكتشفوا وجود هندسة كونية رائعة، رأوا أعمدة وجسورا وخيوطا محبوكة. من الذي صنعها؟ من الذي أبدعها؟ هذه النجوم تتجمع على شكل مجرات، والمجرات تتجمع في بناء محكم على شكل تجمعات مجارية، وهكذا. كيف بنيناها وزيناها؟ ربنا عز وجل لم يكتفي بالبناء، وإنما قال بالتزيين، وهذه إشارة للعمال والبنائين والمهندسين أن يبنوا البنيان السليم ويزينونه. الله زين السماء بالمصابيح، وقد أثبت العلماء المهتمون بالفضاء وجود عناقيد من المجرات تزين السماء بألوان زاهية، وأن هذه المجرات سبحانك يا جليل، سبحانك يا صانع، تصطف على خيوط فائقة كما تصطف الجواهر على العقد وتزينه. كيف بنيناها وزيناها؟ لو كنت في بر أو كنت بعيد عن الأضواء الكهربائية لرأيت النجوم اللامعة ولعرفت مقدار هذه الزينة. فالله تعالى جمل هذه السماء. الله تعالى خلق هذه النجوم لأسباب ثلاثة: أولا زينة للسماء، وثانيا خلق الله النجوم رجوما للشياطين، وخلقها ثالثا كعلامات يهتدى بها، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. وقد سأل المتسائل كم عدد السماوات؟ طبعا عدد السماوات هي سبعة بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هي سبع سماوات بعضها فوق بعض، والمسافات بينها بعيدة جدا، وكل سماء لها سكان يسكنونها من الملائكة بأمر الله. وفي حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم ورأى الأنبياء عليهم السلام في السماوات على درجات مختلفة. فالسماء كلها معمورة من الدنيا إلى السابعة، ليس فيها شيء من الخلل أو الفطور أو النقص، بل هي محكمة إلى أن يطويها الله عز وجل يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما معنى هذه الآيات أيها الأحبة الكرام؟ هذه الآيات هي معناها أن الله تعالى يلفت انتباهنا إلى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي أفلم ينظروا إلى هذه السماء نظر التفكر واعتبار السماء في ارتفاعها وإحكامها، ويعلم أن القادر على إيجادها قادر سبحانه وتعالى على إعادة الإنسان بعد موته، رفعها بغير عمد ترونها وما لها من فروج. ما معنى وما لها من فروج؟ أي ما فيها من شقوق ولا تصدعات. فهذه السماء خالية من كل ما ينبئ بخلل في بنائها، لأن انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها هو من علامات الآخرة. إذا سمعنا بأن هناك ثقب في السماء أو أن هناك انفراج أو انفطار أو انشقاق نعلم أن الساعة قد أوشكت، كما قال الله تعالى وإذا السماء فرجت، وقال أيضا وإذا السماء كشطت، وقال أيضا وإذا السماء انفطرت، وقال أيضا وإذا السماء انشقت. كل هذا علامة على قرب بزوغ الساعة، إذا وقع خلل في بناء السماء. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كل هذا دليل على 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 علامات يوم القيامة، لأن يوم القيامة هذه السماء سيقع فيها ثقوب كبيرة وفتوحات كبيرة، وثم لا تعود هذه الأرض صالحة للحياة. وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه الآيات كلها تشير إلى الآخرة وتصور القيامة ومشاهدها المخيفة والمرعبة. وربنا سبحانه وتعالى كل هذا يريد منا أن نعتبر بهذه الاعتبارات. بعدها بعد أن تحدث ربنا عن السماء بدأ يتحدث عن الأرض، فقال والأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسي، أي هذه الأرض جعلناها ممتدة صالحة ليسكن الناس فيها. فهذه الأرض ليست منحنية وليست مكعبة، وإنما هي ممددة. وألقينا فيها رواسي، أي وضعنا فيها الجبال، الجبال والجبال أرساها، هذه الجبال هي مرسات، هي أوتاد، كما قال علماء الجيولوجيا بأن هذه الجبال لها جذور في داخل الأرض، كما أن الوتد في جدار له جذور تمسكه. وهذه الجبال راسية لا تزعزعها الرياح مهما عصفت، والله تعالى خلقها لمصالح عظيمة. إلى أن قال والأرض كيف مددناها، أي وسعناها حتى أمكن كل إنسان وحيوان أن يسكن فيها ويستقر ويعيش فيها دون أن يقع له تزلزل أو تموج. ثم قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. انظروا إلى الأرض أيها الأحبة الكرام كيف أن الله تعالى خلق فيها جميع أصناف النباتات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها. وهذه النباتات هي لأكل بني آدم من الإنسان وأكل البهائم والحيوانات على اختلاف أشكالها. أخرج إلى الأرض إلى الأدوية، أخرج فيها نباتات كثيرة جدا وجمالية كبيرة. فكل من ينظر إلى هذه الأرض وما حولها من رياض ناظرة خصوصا في أيام الربيع سيرى عظمة الله وجلال الله وكيف خلق الألوان والزهور حمراء وصفراء وزرقاء وبيضاء وخضراء ومختلفة. كل هذا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن ننظر في هذه الأشياء من باب التبصرة، أي فيها نستدل على تمام قدرة الله وعلى كمال حكمته وعلى جماليته سبحانه وتعالى. الله جميل وقد خلق الكون جميلا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن العبد المنيب الذي يؤمن بقدرة الله تعالى هو الذي يقدر هذا الجمال وهو الذي يقدر هذا الإبداع. بعدها ربنا سيتحدث لنا، لما تحدث عن السماء وتحدث عن الأرض سيتحدث عن العلاقة بينهما وهو نزول المطر. ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى المطر، وقد سمعنا حتى في الخطاب الملكي السامي المتأخر تحدث عن نعمة الماء وبركة الماء وجلال الماء وأهمية الماء. انظروا كيف تحدث ربنا عن الماء في كتابه العزيز،
لما تحدث عن السماء وما لها من جمالية وعلى الأرض كيف مددناها، قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. هناك فرق بين قوله أنزلنا ونزلنا. ربنا قال ونزلنا، أي أن التنزيل يكون شيئا فشيئا، والإنزال يكون دفعة واحدة. فالأمطار ربنا عز وجل ينزلها من السماء شيئا فشيئا، ونزلنا من السماء ماء مباركا. هنا السماء معنى العلو، ليس المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ الذي فوق الأرض، لأن المطر ينزل من السحاب. ربنا يخلق السحاب ومنه يعصر ويخرج الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فربنا عز وجل جعل الماء يخرج من خلال هذا عملية العصر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات يعني هي السحاب، كأنها تعصر الماء كما تعصر الثوب فيتساقط المطر منها. فالإنسان العاقل يقول: كيف ينزل هذا المطر من هذا السحاب الذي رأيته كأنما ترى قطعا من القطن؟ سبحانك يا الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا، سماه ماء مباركا. هذا المطر فيه البركة لأنه يحيي الأرض بعد موتها، ومن بركته أن الله يحفظه في الأرض لنشربه ونسقي به بهائمنا. الله تعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الماء، ولا أحد غير الله وحده لا شريك له الذي ينزل من السماء ماء مباركا، ثم ربنا يخزنه في الأرض فيسلكه ينابيع، ومتى شئنا حفرنا فوجدنا الماء. ولو كان هذا المطر اللازم السماء كان فقط على ظهر الأرض لتبخر بسرعة بسبب حرارة الشمس، ولكن الله تعالى من رحمته جعل الأرض تبتلعه ليتم تخزينه إلى الوقت الذي نحتاج إليه. وهذا إن شاء الله تعالى ما في بلادنا سيتم استخراج المياه من تحت الأرض، وأيضا تحلية مياه البحر وغيره، وسيكرمنا ربنا عز وجل بأمطار الخير لا شك ولا ريب في ذلك في القريب العاجل بفضل استغفار الناس ودعائهم. فربنا لما قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، أي نافعا، يصف هنا الماء بالبركة، ويجعل في يد الله سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد. جنات، ما معنى جنات؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي خلق الله عز وجل هذه البساتين الكثيرة، وخلق الأشجار الكبيرة الملتفة، هذا كله خيرات. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. لاحظوا، حب الحصيد أي الزرع الذي يحصد وينتفع الناس به. هذا المطر به خلق الله الأشجار والثمار والزروع والنخل باسقات، أي النخل طوال شاهقات مرتفعات عاليات، لهذا لا تجد شجرة تعلو كما تعلو النخلة. ربنا عز وجل كرم النخل من بين باقي الكروم والزروع والثمار، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه النخلة لها كرامات كثيرة ولها بركات عظيمة، كما قال ربنا للسيدة مريم العذراء لما سخر لها النخلة: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك سريا. النخل عظيم، إلى أن قال لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي منضود، طلع منضود عالي مرتفع رزقا للعباد، عطاء من الله عز وجل. هذه الثمار التي نجنيها من النخيل ويجني منها الناس أرباحا كثيرة، كل هذا عظيم رزقا للعباد. ما المقصود هنا بالعباد؟ كل العباد،
حتى الكفار، حتى المشركون، حتى الملحدون، كل العباد، كل الخلق يسمون عباد، لأن الخلق هم مخلوقون لله خاضعون لأمره. كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذوك يسمون العباد أو العبيد. وهناك العباد الذين يحمدون الله ويمدحون ويثنى عليهم، هؤلاء يسمون عباد الطاعة. عباد الطاعة هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتاب العزيز، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وختم ربنا عز وجل هذا المقطع من القرآن العظيم من سورة قاف بعد أن تحدث عن السماء وعن الأرض وعن الأمطار وعن الزروع والثمار، قال: وأحيينا به بلدة ميتة. ما معنى ذلك؟ الأرض كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا الماء النازل من السماء فيه يحيي النفوس، والقرآن النازل من السماء أيضا يحيي القلوب. هناك تشابه بين الماء النازل من السماء يحيي الأرض ويحيي المخلوقات، وأيضا الوحي النازل من السماء يحيي القلوب والنفوس. ودليل على قدرة الله على الإحياء: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. الخروج هو عملية متكررة، نحن نألف ولكن لا ننتبه، كل يوم نرى الناس يموتون ولكن في قبورهم لا يتحركون. ربما قد تكون الأرض أكلت أجسادهم، لأن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا الأنبياء والملوك العدول. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة سيكون مثل الأرض، تخرج كل من تحتها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن هذا البعث والنشور يوم القيامة سيكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي مقبل على ربه بالحب والخوف والرجاء. أما المكذبين والمعرضين فما تغني عنهم الآيات والنذر. هذا خلاصة هذه الآيات البينات من قول الله عز وجل، وهو يريد أن يؤكد لنا قدرة الله على البعث والنشور، وأيضا طلب منا أن نتأمل ونتدبر في بناء الكون وبناء السماء وبناء الأرض وإنزال المطر وعمل الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. صدق الله العظيم. هذه الموعظة أيها الأحباب الكرام نريد من خلالها، إذا مررنا على منظر من مناظر الوجود حولنا، علينا أن نتأمل في السماء من فوقنا والأرض من تحتنا، نتأمل في النجوم والكواكب، نتأمل في شروق الشمس وغروبها، نتأمل في بزوغ القمر، نتأمل في نزول المطر، نتأمل في الأودية، نتأمل في الأشجار وفي النخيل، نتأمل في الرزق الذي نجده في الأسواق يباع بأثمن بخسة، نتأمل في كل ما أعطانا الله تعالى. كل هذا كذلك الخروج، أي نستعد يوما ما بعد أن نموت سوف نخرج من التراب ونخرج إلى حياة أخرى، حياة أخرى أعدها الله تعالى فيها الإيمان وفيها الخير وفيها البركة للمؤمنين والمؤمنات. اللهم أحيينا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا مؤمنين، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لن أطيل عليكم اللحظة، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52.
ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.